مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في نشرة أخبار الثقافة من تلفزيون سلطنة عمان وفي أبرز عناوينها. المنتدى العربي الثاني للسياحة والتراث يبحث في صلالة تعزيز السياحة المستدامة. بمرافقها وبرامجها سفينة شباب عمان الثانية تجذب سكان مدينة أنتويرب البلجيكية. برنامج الخزفي ورش تدريب لتعريف أجيال الحاضر بالتراث المادي الحرفي.